ايوه ليلى، صحيتك من النوم؟ هو انا نمت عشان اصحى؟ ايه الاخبار؟ انا لسه ما قريتش الجرايد. الاستاذ علي المحامي عندي. ادهوني، انا عايز اكلمه. انا بكلمك من فوق، هو قاعد تحت في الصالون. ايوه انا لسه ما قابلتوش. انا هلبس وانزل له حالا. حاضر، اقفل دلوقتي وانا هخليه يكلمك. طب بسرعه يا ليلى، انا من الصبح عايز اكلمه، خايف يكون تليفونه متراقب. انا مستني جنب التليفون، بس متاخريش عليا، انا قلقان قوي. هو اللي يقدر يطمني، يقول لي اتصرف ازاي واعمل ايه. لا اله الا الله. محمد رسول الله. اهلا يا مدام. اتفضل. انا اسف على الازعاج، صحيتك بدري معلش. هو اللي بيحصل ده بيخلي الواحد ينام. السيد اصله هربان، وانا توقعت انه يكون هنا عندك. لا، هو كلمني في التليفون بس ما جاليش. يعني عارفه هو فين؟ لا مش عارفه. طب اكيد هيكلمك تاني، لو سمحتي لما يكلمك تقولي له ان انا عايز اقابله ضروري. حاضر. المهم اخبار القضيه ايه؟ قبضوا على مراته واولاده واخوه كمان. يا خوفي يجي الدور عليا انا كمان وينوبني من الحب جانب. لا 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 ما تخافيش، عقد جوازكم عندي في الحفظ والصون، محدش يعرف عنه اي حاجه. طبعا الاحتياط واجب. هو بيني وبينك القضية ما تطمنش. متر، ممكن تديني العقد ده؟ قوي قوي، بس هو يؤمر وانا تحت امر. انا ممكن اشتري الورقة دي بأي تمن. عيب يا مدام. 100,000 جنيه. قلتلك عيب يا مدام. ما هو انا لازم اشتري نفسي، ده مستقبلي انا. من غير ما تشتري ولا حاجة، الراجل بيكلمك في التليفون. اصبري لحد ما يكلمك تاني واتفقي معاه بطريقتك. كلميه. انا فعلا كنت هكلمه. يعني عارفه هو فين؟ ايوه بس محرج عليا. ده انا المحامي بتاعه يا مدام، وانت بالذات عارفه نوع العلاقه اللي بيني وبينه. طب ممكن يا متر بلاش تقول ان انا ساومتك على العقد؟ انا هحترم رغبتك دي، ويستحسن مدام عارفه هو فين نروح له، وبلاش حكايه التليفون. هما ممكن يكونوا مراقبين تليفوني انا كمان؟ الاحتياط واجب برضه. طب ثواني اكمل لبسي وهنزل لك حالا. اتفضلي. يا عبيطه يا هبله، عايزه تاخديه بايدك توديهوله كمان؟ اعمل ايه بس يا ماما، انا عايز اخلص من المصيبه دي. يا بنتي ما انت عشان تاخدي ورقتك هياخد منك الذهب، ويبقى طلعتي من مولد بلا حمص. ياخده في 60 داهيه. معقوله؟ معقوله يبقى عندك كنز وتفرطي فيه؟ يا ربي، وبعدين في المصيبه دي ولا قابلين يا ضنايا. التليفون اهو، اشتري روحك وبلغي عنه. ابلغ عنه ازاي بس يا ماما؟ ايوه يا حبيبتي، ويقبضوا عليه ويودوه في 60 داهيه، احنا ملناش دعوه بيه. طب والراجل اللي قاعد تحت هقول له ايه؟ زحلق ايه؟ ازحلقه ازاي بس يا ماما؟ طب استني انت يا حبيبتي، انا هنزل اطرقه بصنعة لطافة. استني بس انت يا ماما، خليني افكر شوية. يا بنتي ما تعطلينيش، خليني انزل امشي الجدع. يا ماما انا لو بلغت عن سيد هيعرف ان انا اللي مبلغة عنه. يا حبيبتي سيد معروف زي نجوم السيمة، واي حد يعرف مكانه. تلفون تلفون من فعل خير مجهول يا حبيبتي، يا حبيبت امك انت، ويروحوا يعكشوه في الشقة بسرعة قبل ما يفلسع، ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. طب افرضي بلغ عليا وجات الحكومة طلبتني بالذهب.
يدوروا على ميتهم تسخن لقوها. طب انت هتقولي له ايه؟ شوفي يا حبيبتي، انا هقول له استنى هنا لحد ما نكلم سي السيد وناخد رايه ونستاذن منه. الله، ما هو ده كلام جميل. خليكي انت، انا اللي هنزل له. اتفضل. بقول ايه، هوصل انا الاول واخد رايه. تاخدي رايه في ايه يا مدام؟ في المقابله دي يا مدام. تاكد انه هيرحب جدا، وجايز يكون له وجهه نظر تانيه، نستاذنه بلاش نفاجئه. يا مدام صدقيني هو نفسه يشوفني دلوقتي بفارغ الصبر. برضه ناخد رايه، جايز يحب يقابل حضرتك في مكان غير اللي هو فيه. ماشي، ما يجراش. اتفضلي خدي رايه واساليه وانا تحت امركم. اتفضلي. ما تنسيش تاخدي الجرايد معاك عشان يعرف الاخبار. أنا عندي استنى تليفونك، أنت جيتي ليه؟ أستاذ علي قال لي بلاش تليفونات. طب ما جبتوش معاكي ليه؟ أنا قلت أستأذنك الأول. ودي حاجة عايزة استئذان يا ليلى. قلت جايز تحب تحافظ على سرية المكان. طيب، مالكيش الأخبار إيه؟ بصراحة عيلة كلها مقبوض عليها. يعني إيه؟ بيلوا دراعي؟ عايزين أسلم نفسي؟ ده بعضهم. بكرة يجي الدور علينا إحنا كمان. ما أنا قلت لك أطلعك، قلت لي لا. بصراحة يا سيد الموقف بقى صعب قوي، أنا خايفة. خلاص بخلي الاستاذ علي يديك ورقتك. تحب تقابله امتى؟ دلوقتي حالا، اديله العنوان وخليه يجي يقابلني. ايه ده؟ انت اتجننت يا سيد؟ انت عايز تقابله هنا في الشارع عشان اتفضح انا؟ ده راجل مضمون، المحامي بتاعي. ما هو علشان كده ممكن يكون متراقب. جايز برضه. ارجوك يا سيد، اكتب له الجواب خليه يديني ورقتي. انا عايز اقابله هو الاول، ده الاهم. ما تنزل تقابله في اي حته تانيه. انزل ايه؟ اتجننتي؟ انزل وانا في الظروف دي؟ سيد ارجوك، الشقه دي باسمي انا، ولو اتمسكت فيها انا اللي هروح في 60 داهية، انا اللي هتفضح. طب والحل؟ بقول ايه، ما تغير شكلك. غير شكلي ده ايه؟ يعني شورت وبرنيطة وهتبقى خواجة. ما تشيلش هم، انا اللي هتصرف في الحاجات دي. طيب أرجوك اكتب الجواب. انت كل همك الجواب وبس. فاتح بطل بقى، خلاص هقابله واقول له. انت قريت الجرايد النهارده؟ ايه الاخبار؟ الجرايد اهي فيها كل الاخبار. واضح انها كبرت قوي. انت قاعد هنا لا بيك ولا عليك، وما انتش عارف باللي بيحصل حواليك. انت مش عارف انا عملت ايه لغايه ما وصلت هنا. عملت ايه يا ليلى؟ ركنت عربيتي وخدت 3 تاكسات. الاحتياط واجب برضه. امضي يا سيد. ايه ده؟ عقد ايجار مفروش، شقه دي باسمي انا، لو اتمسكت فيها انا اللي هتسائل. ماشي يا ليلى. امضي قبل التاريخ النهارده بكام شهر؟ سيد انا مش عايزاك تزعل مني، انا مش عايزه اكون في الصوره. انا بحبك، وطول ما انا بعيده عنك هقدر اساعدك. ماشي يا ليلى، ماشي. الو، اهلا ابو السيد، انت فين؟ معلمه عليا نعمه معلمه. وماله يا حبيبي؟ احنا علينا ليه نخدمك برقبتنا. اي مركب يا اخويا من اللي جاي لنا نحطك عليها، ولا من شاف ولا من دل.
مراكب كتير والبر امان ما دام في وسط رجالتنا. ماشي يا ابو السيد، خلاص انا هستنى منك تليفون تاني. انا يا هنا يا في الغيبوبه. بالسلامه يا حبيبنا. حبيبك ابو السيد وقع في عرضنا، وما دام وقع في ايدينا يبقى ربنا هيزيدنا. وماله؟ خير وبركه؟ رصيده في بنوك سويسرا بالكوم يالا. حلو قوي. نعكشه وننفضه. واذا كان عايز ينفد بجلده بقى يسجل لنا شريط من اللي هو معلمه. عليا النعمه لنفضه، ومش هعتقه الا ما نصرف الشيكات ونتلايم على البنك نوت، وبعد كده يروح لحال سبيله. احنا مالنا وماله؟ زبون خواجة عاوز يقابل حضرتك في قضية. مالكش قضية ايه؟ مش عاوز يتكلم غير مع حضرتك. خليه يتفضل. منصور يا متر. ايه ده سيد؟ يخرب عقلي، عامل في نفسك كده ليه؟ طب مني انا قلقان قوي. ايه الاخبار دلوقتي؟ ليه الاخبار مش كويسه؟ انا لما قريت جرايد النهارده حسيت بكده. المدعي الاشتراكي افرج عن عيله بكفاله 100,000 جنيه لكل واحد. كتير قوي كده. انا كان بودي ادفع لهم عشان اخرجهم النهارده، بس المبلغ ده تتدبر ان شاء الله. هتقدر تتصرف وانت هربان كده؟ في كام كيلو ذهب حطيتهم عند ليلى، ناخد منهم شويه. على فكره الست دي تعبتني خالص، ما رضيتش تقولي على مكانك ابدا. يعني الحرص واجب. خلي بالك دي عايزه تتطلق. قالت لي، وقالت لي اقول لك كمان تبقى تديها الورقه بتاعتها. بس انا بيني وبينك مش عايز اديها الورقه غير لما اضمن ترجع لي الذهب بتاعي. يساوي كام الذهب ده؟ 12 مليون. وايه اللي وداها عن ده؟ انا فضيت المحلات بعد العامله المهببه اللي عملها الجدع المهووس ده. وانت شايف انها ممكن ترجع لك الذهب ده وقت ما تعوزه؟ يعني هي يمكن تكون طماعه شويه. لو طمعت في حاجه يا سيدي نبقى نديها لها. لكن لو وديت الذهب عند حد تاني ولعب بيا هيتعبني واتعبه، والموال هيطول. هتقدر تهرب؟ ان شاء الله بعون الله هقدر اهرب. في طريقه كده تخرجني من البلد. ارجو انك توفق، لان ده الحل الوحيد اللي قدامنا دلوقتي. علي دلوقتي لو لا قدر الله اتمسكت هتبقى مشكله كبيره يعني ولا ايه؟ لو لا قدر الله اتمسكت هتقضي بقيت عمرك كله في السجن. حلو بقى، اللي يعمله ربنا هو اللي يكون. ما قلتليش هنعمل ايه في فلوس الكفاله؟ المبلغ هيكون عندك الليله دي. و ليلى دي لو رجعت لك الذهب هتعرف تتصرف فيه؟ اطمن، انا عندي المشتري. هتفضلي طول عمرك خايبه كده؟ كان هيحصل ايه يعني لو كنت بلغت البوليس؟ ما اقدرش يا ماما، لازم اضمن الورقه الاول. ايه سلام، وهو عبيط للدرجه دي عشان يديها لك بسهوله؟ هو تحت ايدي ومش هيقدر يفلفص مني. براحتك يا دنايا. وماله يا حبيبنا، حتى لو مفيش ذهب فلوسنا جاهزة ورقبتنا سدادة، ولما تفرج نبقى ناخدها، ولا حتى ما ناخدهاش برضو ما يجراش. الجيب واحد والمصلحة في بيتها. تعيش يا معلم، والله ده عشمي فيك. تحب الفلوس دلوقتي ولا بكرة نشيع نفر من عندنا على خزنة المحكمة على طول؟ يا ريت تشيعوها على مكتب الأستاذ علي مقبل المحامي. ماشي، نشيع نفر بكرة يوديها له. هو المبلغ كام؟
نص مليون. وانت ما يلزمكش نقدية تانية؟ يا ريت يكمل المليون. يا سلام، غالي والطلب رخيص. ده احنا ياما اتعذرنا في السيادة وأكم أخدنا وياما اتدلعنا عليك. ربنا يخلينا لبعض يا معلم. ما بدري، ما تخليك تسهر معانا الليلة. معلش أنا عندي كام مشوار كده لازم أخلصهم لنادي. سلام عليكم. بالسلامة يا حبيبنا. مدايم اللي الدايم. اتأخرت ليه يا دودي؟ انا قلت بالمرة بما اني خرجت بقى اعمل مشوار اشوف بيع للذهب. ولقيت حد يشتري؟ ايوه ومضمون، اداني مليون جنيه عربون كمان. مليون جنيه؟ فين المليون؟ يعني انا مش شايفاك محمل وجايب حاجة. اديتهم للمحامي عشان يدفعهم كفالة للاولاد. قلت له يديني الورقة؟ هيديها لك ما تقلقيش. اروح له يعني؟ روحي له يا ليلى. طب اكتب لي ورقة له. انا قلت له خلاص. دودي عشان خاطري اكتب له جواب عشان اطمن بس. هات ورقة وانا. مرسي يا دودي، ربنا يخليك ليا. وادي الورقة. اخبار الذهب ايه؟ موجود تحت امرك حبيبي. انا عايزه لليلادي. وماله حياتي، اديهولك بس اكتب لي الجواب الاول. يعني ايه يا ليلى؟ دي قصدي؟ اخص عليك يا دودي، ان شاء الله ما اوعى ولا اكون لو كان ده قصدي. ست ليلى. خليها تتفضل. اهلا اهلا يا مدام. هلو. اهلا اهلا، اتفضلي. سيد بيسلم عليك. كان عندي. عارفه بالاماره ادبر لك فلوس الكفاله، صح الكلام؟ طيب اقدر اخد الورقه؟ انا خليت سيد يكتب لك جواب عشان تبقى المساله في المضمون. أوي أوي يا مدام، تحت أمرك. ميرسي. بنتعبك معانا متر. لا يا فندم، تعبك راح. مع السلامة. ايه يا بنتي عملت ايه؟ الحمد لله. افراج والذهب؟ لا طبعا عايزه. وهتديهوله يا ليلى؟ وهتعملي ايه يا حبيبتي؟ الو البوليس، انا فعلة خير عايزه اقول لكم على مكان السيد يوسف حافظ. ايوه بتاع مجموعه الامان. ايوه هو موجود دلوقتي في برج السلام بالمهندسين، شقه 446 دور 15. بس الشقه دي ملك الفنانه ليلى حمدي وهو مأجرها مفروش من حوالي سنه.
مين؟ مين؟ أنا اللي هو مأمون العربي، افتح. ايوه علي، البوليس على الباب بيخبط اهو، مش سامعه اهو. اسمع يا سيد، انا رايي تسلم نفسك بهدوء، مفيش داعي للمقاومه، مش هتجيب نتيجه. اسلم نفسي في ايه؟ لا سمحت، انا مش عايز اي عنف. ما دام هتتفضل بالذوق معانا يبقى مفيش عنف ولا حاجه. بارك الله فيكم، أنا راجل كبار عايز أخرج من باب العمارة من غير تهزيق لو سمحت. وماله؟ إحنا تحت أمرك. إحنا كمان يهمنا العملية تتم في هدوء ومن غير أي شوشرة برضه. أنا متشكر أوي أوي. فتش شقة. إيه التليفون؟ بلاش. مسكو يا ماما، في 60 داهية، كلب وراح. أنا خايفة قوي، أنا حاطة إيدي على قلبي لحسن يبلغ عني. هيبلغ عنك ليه يا حبيبتي؟ اللي بينك وبينه انقطع وخلاص. يا ماما ده ممكن يبلغ عن الذهب ويخليهم يجوا ياخدوه. في المشمش إن شاء الله يا حبيبتي. دي حكومة يا ماما ومفيش حاجة بتعسى عليها. الله، جرأة يا بنتي، انت هتكركبي لي بطني ولا ايه؟ انا لازم اضمن انه ما يتكلمش. وبسلامتك بقى هتضمن انه ما يتكلمش ازاي؟ عقد معاه صفقة. ما يحكمش. صفقة ايه يا بنت؟ انت لسه هترجعي تحطي ايدك في ايده النصاب الحرامي ده؟ يا ماما انا مش هقابل سيد، انا هروح اقابل الاستاذ علي المحامي، راجل موزون، عشان اتفق معاه. تتفقي معاه؟ تتفقي معاه على ايه؟ اقسم معاه. تقسمي مع المحامي؟ محامي ايه بس يا ماما؟ المحامي مجرد واسطه بيني وبين سيد عشان اقسم معاه. يا اخي انقسم وسطه من حل ظهره، هي الحديه بترمي كتاكيت يا بنت؟ ما هو انا لازم اقسم معاه ولازم اديله نص المبلغ عشان يسكت عني. مش معقول طبعا هيوافق. اسمعي بقى لما اقول لك يا حبيبتي، انت تكتمي خالص على الموضوع ده لحد ما نشوف الحكايه هترسي على ايه. بعد كده نفكر، نفكر هنتصرف ازاي. علي مقبل المحامي، حاضر مع السيد يوسف حافظ رجب. أنا يا أستاذ علي، اتفضل. إن موكلي يا سيادة. إحنا مش في حالة دفاع دلوقتي، حضرتك حاضر التحقيق فقط. اتفضل يا أستاذ. تحت أمرك يا فندم. أنت متهم بمخالفة القانون 146 لسنة 88 الخاص بتوفيق أوضاع شركات تلقي الأموال، وذلك بحصولك على أموال من مواطنين لاستثمارها في مشروعات تدر عليهم ربحا، وبلغت قيمة ما تلقيته من أموال 2736 مليون تقريبا. حصل ولا ما حصلش؟ حصل طبعا يا فندم، دي حاجة ما تتنكرش، أنا بكده ما خالفتش القانون. المبالغ دي جمعت من المواطنين بغرض الاستثمار تحت شعار المضاربة الإسلامية الحلال، مظبوط؟ مظبوط. انتظمت في دفع الفوائد لمدة 3 سنين، بعدين تقاعست وامتنعت. من فضلك يا فندم. عايز تقول حاجة يا أستاذ علي؟ عايز أعترض على كلمة فوائد، هي في الحقيقة أرباح، وهذا هو التعبير الأصح والأدق. أياً كانت التسمية، المهم إن موكلك امتنع عن السداد. لا يا فندم أنا ما امتنعتش. والحقيقة ما كانش فيه أرباح، الصكوك اللي بيني وبين المبيعين واضحة وصريحة. ما بتشترطش إن فيه فائدة ثابتة، لكنها أشارت إن يبقى فيه نسبة من الربح في حالة المكسب فقط. عايز تقولي دلوقتي إنك ما سددتش للناس دول عشان أعمالك ما حققتش أرباح. هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم. طب المكتتب يعرف منين إنك خسرت؟ هل
كنت بتطلعوا على دفاترك او كنت بتشركوا في ادارة اموالك ولا الحكاية كلها كانت متروكة ليك انت وبس؟ متروكة لامانتي الشخصية وثقة كل العالم دي بيا. معنى كده ان نشاطك كان لا يخضع لاي رقابة؟ ازاي يا فندم؟ يخضع لرقابة ضميري، واهم من كل ده لرقابة المولى عز وجل، هو العلام الرقيب سبحانه وتعالى. وضميرك بقى قال لك روح ضارب بفلوس الناس في البورصة. المضاربة عمل مشروع يا فندم ولا غبار عليه. إذا كان كده يا أستاذ علي، الفلوس دي خرجت إزاي من مصر وأنت تعلم أن هناك قانون صريح يمنع تصدير العملة؟ يعني حضرتك بتتهمني بتهريب العملة؟ ده اتهام من ضمن خمس اتهامات يا سيد. خمس اتهامات يا فندم؟ أيوه. نقدر نعرفهم بقى علشان الأمور تبقى واضحة؟ أقول لك عليهم يا سيدي. إصدار صكوك مالية بدون تصريح من الجهات المعنية. تبديد قروض من البنوك بلغت قيمتها 600 مليون دولار. الامتناع عن السداد. رشوة. فساد. تهريب عملة. وليس أدل على سوء نيتك من إخفائك لكل المستندات والأوراق والحسابات الخاصة بمؤسساتك. مش كده ولا إيه؟ ايه ده يا استاذ علي؟ هو في ايه؟ كله اتحط تحت الحراسة. الشركات والمصانع والفيلات والشقق والأراضي، كله 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 كله. طب وبعدين؟ هنعيش ازاي ونصرف منين؟ إيه؟ السيد كان مديني مبلغ دفعت لكم منه الكفالة وأجرت لكم الفيلا دي. والباقي أهو تحت أمركم. متشكرين أوي يا استاذ علي. يا حاجة رؤية، احنا أهل. وانتوا اسرتي وفرقابتي وهتفضلوا فرقابتي لحد ما يخرج بالسلامه وياخد البراءه ان شاء الله. استاذ علي، انا عايز اعرف الموضوع ده هيرسي على ايه بالظبط. هي القضيه كانت عاديه، بس اللي خلاها كبرت انها خدت شكل سياسي. طب احنا لو ردينا الودائع ورجعنا للناس فلوسها مش خلاص بقى؟ ده الامل الوحيد. بس هي فين الفلوس؟ موجوده. دول حوالي 3 مليار ونص غير الضرايب والرسوم والدمغات استاذ علي، بابا عنده فلوس كتيرة جدا بره. عندي يا استاذ علي. المشكلة دلوقتي ان انا محطوط تحت الحراسة، اي فلوس هجيبها من بره هيتحجز عليها. ايوه، لا انت ولا مراتك ولا اولادك ولا حتى اخوك. الموظفين القريبين مني حطوهم تحت الحراسة، اي حد بثق فيه حطوه تحت الحراسة. وبعدين بيني وبينك، انت مش شايف ان فيها مجازفه ان احنا نجيب الفلوس دلوقتي من بره؟ مع ان ده الحل الوحيد، من غيره هتاخد لك احكام يجي 500 سنه. انت لو تقدر تطلعني بكفاله هقدر اهرب. كفاله مش ممكن، مش ممكن. طيب احنا لو قدمنا عرض لتوفيق الاوضاع يقبلوه؟ فكرت في حاجه زي كده وقلت هي محاوله لجس النبض، مش هتخسرنا حاجه. لا ما ينفعش. العرض ده فيه اعتراف ضمني ان احنا عندنا فلوس مخبيينها، ده اللي بيحرجموا علينا، عايزين يلهفوا كل حاجه. طب وبعدين؟ كل ما نفكر في حل نلاقي له نتائج مش مضمونه. طيب نفرض ان في شخص، راجل مش معروف، مجهول الهويه، قدم عرض انه عايز يشتري الجمل بما حمل، نظير حفظ القضيه. العرض ده ينفع؟ برأيي سيد لا يمكن طبعا، دي محكمه عليا وجهاز مدعي اشتراكي. ما يدخلش عليك كلام الاهبل ده يا سيدي، ده حاجه كده الجس النبض. يا حبيبي لا يمكن المحكمه توافق على عرض من واحد مجهول. انا لو الشخص ده مش عايز يفصح عن اسمه غير لو قبل العرض رسميا. طب افرض المحكمه وافقت وبعدين طالبوني باظهار الشاري ده، ساعتها بقى انا اعمل ايه واتصرف ازاي؟ ساعتها يبقى عرفنا ان في امل لحل المشكله. طيب وبعدين؟ لو هم ادونا الاشاره الخطا دي احنا بعد كده نتصرف من خلالها. نتصرف من خلالها ازاي يعني؟ يا عم انت بتقفلها لي كده ليه؟ مش يمكن انا عايز اطول مده المحاكمه شويه؟ اخد لي سنه ولا اتنين في الحبس الاحتياط بدل ما تسكع حكم من دلوقتي. ده من ناحيه.
من ناحية تانية بقى، الفلوس اللي بره بتشتغل. أنا بكسب أكتر من مليون دولار في اليوم وأنا قاعد هنا. يعني قعدي هنا مش بخسارة. بعد كده لو اضطريت أجيب الفلوس أبقى أدفع لهم اللي هم عايزينه وآخد الباقي كمان. ماشي يا سيد، أجسلك نبضهم. وهي محاولة نعرف منها وجهة نظرهم. بارك الله فيك. العيال زيهم يا استاذ علي. انا اجرت لهم فيلا في المريوطيه. اقدر اشوفهم؟ ما اعتقدش انهم هيوافقوا على الزياره دلوقتي. طيب اسيبك انا بقى. تفتكر مين اللي وزع عليا وعرفهم مكاني؟ اكيد تحريات المباحث وصلتهم ليك. لا مش حقيقي. انت عندك شك في حد؟ انا ما بشكش في حد. انا متاكد ان ليلى اللي وزت عليا. ليلى؟ اي خمتني، خلتني امضي على عقد ايجار مفروش للشقه وبعد كده تفقعني البومبه المتينه. طب وليلى تعمل كده ليه؟ عايزه تلهى في الذهب. انا طول عمري اتسك من النسوان. عارف ليه يا استاذ علي؟ عشان بحبهم. لكن كتاب الله ما عتق. عدم المؤاخذه يعني البيه اللي انا شغال معاه ته عمره لا مؤاخذه ما طلعت من بقه العيبه، عمره ما قال كلمه بطاله في حق حد ابدا يا اخوانا والله. يا سلام. ما هو طيب في الزمان ده عم بشندي مالوش مكان. اخ ربنا يجازي اللي كان السبب اللي رموه الرميه السودا دي، لكن ان شاء الله ربنا هيفك دقته. انا هستاذن انا بقى يا اخوان. وعايز اقول لكم على حاجه، انتوا لا مؤاخذه يعني اعتبروا البيت بيتكم. ايه الشاي اهو والسكر اهو والاكل جوه. اتصرفوا كانكم في بيت ابوكم. ايه عن اذنكم بس اطلع انا بالسلامه يا اخويا. اطلع انا بالسلامه كمان معاك. طب يا حبيبي ربنا يسترها معاك. امير قوي على بشندي دي. ازيك يا بشندي؟ لن ازيك يا شفاوز؟ وازاي صحتك كده وسعاده البيه ازاي واخباره ايه واحواله ايه؟ بخير؟ ادعي له عم بشندي. ادعي له من قلبي، ادعي له من قلبي ان ربنا يفك دقته ويقومه بالسلامه يا رب ان شاء الله. بشندي نعم. الفيلا امانه في رقبتك، حافظ عليها وتخلي بالك منها. يا سلام بقى، ديه كلام في رقبتي، في رقبته في عينيها من جوه. ربنا يردها لاصحابها يا رب قادر يا كريم. طب خد الهانم بعتلك دول من يد من اعدامها، ربنا يسترها معاها. النبي يا رب كده تفضل تعطي وتدي كده طول العمر ويديها ما يحرمها ولا يحرق قلبها على حد ابدا يا رب. قول لي يا بشندي. نعم. الفيلا متقفله كويس؟ يا سلام، ايه اللي متقفله كويس؟ متقفله تمام التمام، ومش شمع الاحمر كمان، والشبابيك والابواب مسنكره تمام التمام. طب بقول لك يا بشندي. نعم. كان في امانه كده جوه كنا عايزين نخلع بيها، تقدر تساعدنا في الحكايه دي؟ اني؟ ايوه انت يا بشندي. طب وعدم المؤاخذه يعني العساكر اللي جوه دول اعمل فيهم ايه؟ اسمهم؟ تسموهم ايه يا بشندي بس؟ دي تبقى خدمه العمر يا بشندي، انت هتتصرف بقى انت ابو المفهوميه. ماشي ومال. طب ما تديني فرصه كده لحد ما اشوف لي تسريف. طب عد عليك امتى؟ كل يوم زي دلوقتي كده تظبط ساعتك عليا تلاقيني خارج من الباب ده، نتقابل هنا اهو، عشان انا بطلع بشويه الفل والياسمين دول كده سبوبه في اخر الشارع، ها؟ وتكلمني واكلمك. ماشي، هي عموما الامانه دي شويه ورق مهم كده عايزهم البيت ضروري. وماله خلاص؟ ماشي؟ عايزهم البيت؟ ماشي. طيب سلام يا باشا. مع الف سلام. لا مؤاخذه يا فوزي، كلمه صغيره كده، القرشين اللي بعتهم الحاجه دول، يعني انت عديتهم ولا انا عدهم يعني؟ عدم المؤاخذة يعني. أصل عدم المؤاخذة مش ممكن الحاجة يعني تبعت مبلغ قليل زي ده أبدا. أيوة أمال كده، أقول كده نصهم يا ساتر. أهلا أهلا يا مدام بنت حلال، كنت لسه هتصل بيك. اتفضلي.
اولا سيد ازايه؟ بنحاول نوجد له مخرج. تفتكر؟ اعتقد. قابلته؟ ايوه. كلمك عني؟ ده زعلان من تصرفاتك خالص يا مدام. غصب عني يا استاذ علي، حضرتك عارف وضعي واسمي ومستقبلي. هو حضرتك مش خلاص اتطلقتي؟ ايوه، بس انا خايفه برضو يجيب رجلي في التحقيق. طيب وايه اللي يخليكي تخافي؟ يعني اكيد هيسالوه فين الذهب اللي كنت شايله في المحلات. ده اكيد. شفت بقى، يبقى عندي حق اخاف. ما قلتليش كنت هتتصل بيا ليه؟ السيد عايز الامانه اللي عندك. قوي 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 طبعا، بس مش كلها. اذا كنت اتصرفت في غوشتين ثلاثة مش مشكلة. لا 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 يا استاذ علي، لا ما اقدرش، دي امانة وانا ما اقدرش اتصرف في جرام واحد من الامانة. امال مش عايزة ترديها له كلها ليه؟ حضرتك عارف يا استاذ علي ان انا بقالي 3 سنين مع سيد، اديته احلى سنين عمري. انا كنت حاجة مهمة قوي بالنسبة لسيد، الصدر الحنين في الشدة والراحة بعد تعب الشغل. أنا كنت بسيب أي حاجة في أي وقت، في أي وقت سيد يطلبني فيها، ليل أو نهار. أظن بقى من حقي، من حقي الشرعي إنه يديني حاجة لما يسيبني. هو مش في حاجة اسمها نفقة متعة يا أستاذ؟ طلباتك ايه؟ النص. نص ايه؟ نص الذهب. الذهب ده يا مدام ب 12 مليون جنيه، عايزه تاخدي 6 مليون نفقه متعه؟ ليه؟ والله ده تقديري لنفسي، ما اظنش تقدير سيد هيقل عن كده. طيب انا على اي حال هعرض عليه واشوف رايه ايه. اوكي، هترد عليا امتى؟ بكره وبعده بالكتير ان شاء الله. اوكي، وانا في انتظار حضرتك، بس ارجوك بلغ سيد ما يفتكرش المساله لو دراع ولا حاجه اكمن الامانه عندي. لا، كل شيء بالتراضي يا استاذ. صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل طلباتك وصلت. شكر يا ابني، تعبناكم معانا يا اخوانا. اي خدمة تانية؟ سجادة للصلاة، بارك الله فيك. حاضر، المحامي بتاع حضرتك في انتظارك. 6 مليون جنيه نفقة متعة؟ دي اتجننت دي ولا ايه؟ وطي صوتك شوية. انا قلت لك هي اللي بلغت عني، قسما بالله العظيم اللي يخرب بيتها. قلت لك وطي صوتك عشان نعرف نتفاهم. دي خانتني يا استاذ، خانتني، بعتني للحكومه وجايه دلوقتي عايزه تلهف مني 6 مليون جنيه. وبعدين انا مش هوافق على كلام الفارغ ده، انا هتبلع عليها بكم مليون كمان عشان ياخدوا اللي وراها واللي قدامها. غلط، الحكومه تاخدهم احسن من عينيها. وانت بقى تبقى كسبت ايه؟ ابقى شفيت غليلي. اهو ده بقى اللي اسمه كلام فارغ. امال ايه الكلام المليان؟ اسيب لها 6 مليون؟ انا ما قلتش كده. امال قلت ايه؟ مبدئيا انت عندك مانع تسيب لها حاجه؟ ولا مليم، دي خاينه ما تستاهلش. انت اللي امنتها ولازم تدفع ثمن غلطتك. 6 مليون؟ يا سيدي لا، احنا هنساومها ومن بعيد قوي نهددها ونزغل عينيها كده بمبلغ مش بطال، واعتقد انها هتجيب نتيجه. ثم ان انا مش جاي لك عشان الموضوع الهايف ده. هايف؟ ايوه هايف. انا جاي لك عشان اعرف موقفك المالي بالظبط، رصيدك كله هنا وفي الخارج. الراجل شو بالله؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أتاري العنبر منور بوجودك يا سيدي. اسمك كريم ايه؟
احمد اجد لسامح مع احمد محسوبك حظ اسمي حظ امي سمتني كده تصور بس اسم على غير مسمى بقالي هنا 10 سنين ولسالي 10 زيهم مالكش دعوه بالمستجدين يا بدم يا اخي ايدك كده مرحب يا زمل اهلا انا العمده بتاع هنا مرحب انت مش وش ذلك اكيد انت بتاع سياسه عمر ما لعبتها يبقى موظف وتعفشت وانت بتمد ايدك انا جاي هنا فاضي سرقه خط لسق كده ما تستعجبش يا عمده هو بقاش يسرق دلوقتي غير ولاد الناس الطيبين الزواج زي الاستاذ كده معكش حاجه حلوه تفرحنا معايا لما تفرجنا مش بالعافيه طب حاسب ما تزقش كده لاحسن تقطع ايدي خلاص يا عمده خلاص مستجد ما يعرفكش واللي ما يعرفك يجعلك عشان خاطري حقك علي خلاص خلاص بقى سيبه يا رجل انت هو اقعد يا حبيبي اقعد ما تمشي بقى الله ده سجاير امريكاني اشعل ضرير وكمان ما بتشوفش وعامل لي فيها فيلا حاسب هتكسب دراعي مش هو ده عمدتكم وانا دلوقتي امسح بيه البلاط عشان ما فيش حد يفتح بقه بعد كده يا جدع حاسب هتكسب دراعي خليك حنايم هو ما عندوش مانع ونفسه يخدمنا بس خايف من الحرس اللي هناك طب ما تلغيه خليك وراه لحد ربنا ما يهديه اوعى يا عمي تكون قلت له ان في فلوس موجوده في الفيلا اتجننت ولا ايه انا اهبل برضه عشان اقول حاجه زي دي عموما الفلوس في الخزنه وحتى لو دخل الفيلا مش هيعرف يفتح يا جماعه الفيلا دي ممكن تدخل عن طريق مواسير الحمام بس انا طولها اسكت انت بس مالكش دعوه انت تخلص خالص حسك عينك تروح لبشند تفتح معاه موضوع زي ده فاهم ولا لا يا عمي هو انا كل ما اقول كلمه تهيفوها خلاص حلوها انتوا وانت ليه يا بنتي عايزه تطلقي ما تخليكي مكنونه وبلاش شحطاطه خايفه خايفه يعني المساله تتكشف قدام الحاجه مسرعه تتكشف وانا مش عايزه منظري يبقى وحش قدامها وبعدين في سبب تاني ايه هو هو عارفه صرحيني يا منى قولي لي ايه اللي مضايق بالظبط حسن ماله حسن بيضايقني من امتى من مده طويله لكن زودها اول يومين دول وابوك كان عنده فكره عن الموضوع ده ايوه كان بيتصرف معاه ازاي كان بيزعقله لكن دلوقتي مش لاقي حد يلمه وبعدين بقى في الواد المجنون ده المصيبة ان الحاجة عايزة تجوزهولي انتي كلمت سيد في موضوع الطلاق ده قبل كده؟ ليلة ما خدوه لمحتله انه عايزة يطلقني قالك ايه؟ مرضيش حتى يسيبني امشي من الفيلا يبقى الراجل شريك مش قادر يستغنى عنك بس الظروف اتغيرت يا منى دلوقتي موضوع الطلاق ده هيعمل شوشرة الراجل مش ناقص وانت كمان مانتش حمل بهدلة وبالنسبة لحسن اعتقد انك انت تقدري توقفيه عند حده سيد الرئيس السادة الاعضاء هذا المتهم الماثل امام عدالتكم الان غرر بألوف الناس البسطاء سليم النية
استلب أموالهم استلابا، واستولى على ثرواتهم زورا وبهتانا، رفع شعار الأمان وهو خائن لا يؤتمن.